مستشار تشارلي مانسون يطالب بالجثة. لقد تم إلغاء الزواج بين المجرم السجين تشارلي مانسون البالغ 80 عاما من خطيبته البالغة 25 عاما. على الرغم من أن هذا يبدو مجنونا مثل تشارلي نفسه، إلا أن الزواج تم بشروط استوفت المتطلبات القانونية في كاليفورنيا، حيث لا يسمح للسجين بالزواج فقط من السجناء الآخرين. وعلى ما يبدو أن أفتون إلينا بروتن الملقبة بستار كانت الوحيدة التي قد تقبل بالزواج من هكذا مجرم خطير. لقد انتقلت ستار من يونس إلى كاليفورنيا عندما كانت في 17 من عمرها على ما يبدو لتكون أقرب من تشارلي، وعندما أعلنت نيتها بالزواج منه قالت أنه جزء من المشروع كان إثبات براءة تشارلي. ولكن حسب الكاتب دانيال سيمون فإن ستار أرادت أخذ الجثة لتقوم بعرضها وجني الأموال منها، لكن المخطط قد فشل بعد أن ألغت شارلي الزواج. وعلى الإنترنت قالت ستار أن الزواج منتهي الصلاحية، لكنها سوف تجرب مرة أخرى علها تنجح بأخذ الجثة. TomoNews.net is throwing $100 bills at the 20 funniest comments on our website every month. Only at TomoNews.net.